أعلنت أوكرانيا الاثنين بدء القوات الروسية هجومها في إقليم دونباس شرقي البلاد. وبينما تواصلت المعارك في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة جنوب شرق، قال البيت الأبيض إنه لا توجد خطط للرئيس جو بايدن لزيارة العاصمة الأوكرانية كييف. وأعلن البيت الأبيض أن بايدن لا يعتزم زيارة كييف رغم إلحاح نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عليه لزيارة العاصمة المحاصرة وإظهار مزيد من الدعم الأمريكي لأوكرانيا. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين: لا توجد خطط لدى الرئيس للذهاب إلى هناك، اسمحوا لي فقط أن أكرر هذا. في المقابل، صرح مسؤول أمريكي لوكالة الصحافة الفرنسية بأن بايدن يعتزم عقد اجتماع مع حلفاء الولايات المتحدة لبحث تطورات الوضع في أوكرانيا، مضيفاً أن الاجتماع جزء من تنسيقنا المنتظم مع الحلفاء والشركاء لدعم أوكرانيا، دون أن يحدد من سيشارك في هذا الاجتماع عبر الفيديو. من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الاثنين أن القوات الروسية بدأت معركة دونباس التي كانت تعد لها منذ فترة طويلة. وقال زيلينسكي أن الجيش الروسي يركز جزءا كبيرا من قواته في الهجوم على شرق أوكرانيا، مؤكدا أن الأوكرانيين مستعدون للدفاع عن بلادهم. كما أكد رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أن المرحلة الثانية من الحرب بدأت، داعيا للثقة بالقوات المسلحة الأوكرانية. وقبل ذلك بقليل، أكد مجلس الأمن القومي الأوكراني أن المرحلة النشطة من الهجوم الروسي شرقي البلاد بدأت على طول الخط الأمامي. وكانت هيئة الأركان الأوكرانية قالت في بيان إن الجيش الروسي استكمل تجميع قواته لشن هجوم على شرقي البلاد، مشيرة إلى أنه يكثف هجماته في منطقتي دونيتسك وسلوبوزانسكي بإقليم دونباس. وأضافت أن القوة العسكرية الرئيسية لروسيا تركز على السيطرة على منطقتي دونيتسك ولوغانسك في دونباس بالكامل. وإلى الشمال على حدود دونباس، ذكرت هيئة الأركان الأوكرانية أن الجيش الروسي يحاصر مدينة خاركيفا جزئيا ويدمر المناطق السكنية فيها بنيران المدفعية. وفي واشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون جون كيربي إنهم يعتقدون أن الروس ما زالوا يهيئون الظروف للعملية الهجومية المقبلة في إقليم دونباس. وأضاف كيربي أن الروس يركزون الآن قدراتهم في منطقة جغرافية أصغر في دونباس والجنوبي. وتابع أن القوات الروسية تكبدت خسائر بشرية وفقدت معدات عسكرية ثقيلة وخفيفة، وتحاول التغلب على بعض العقبات اللوجستية ودعم خطوطها الداخلية، مشيرا إلى أن الروس حاولوا تجنيد مقاتلين من سوريا. وفي وقت سابق الاثنين، أكد مسؤول عسكري أمريكي رفيع أن روسيا أرسلت تعزيزات إلى شرقي أوكرانيا لتجديد عملياتها الهجومية. وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن هناك نحو 76 كتيبة تكتيكية روسية في جنوب أوكرانيا وشرقها حالياً، بزيادة نحو 11 كتيبة في الأيام الأخيرة. وتأتي الأنباء عن بدء هجوم روسي جديد بشرق أوكرانيا بعد سحب القوات من محيط كييف ومناطق أخرى في شمال البلاد بالتوازي مع استمرار المعارك في مدينة ماريوبول وفي محاور أخرى حول مدينتي خاركيف وخيرسون غير بعيد عن إقليم دونباس.